سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه ورحمه قال: من دلك على الدنيا فقد غشك، من دلك على الدنيا أمرك بأن تتبع الدنيا فقد غشك، ومن دلك على العمل أمرك أن تعمل 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 فقد أتعبك، ومن دلك على الله فقد نصحك. هذه المقدمة هي من باب الدلالة على الله. يقول سيد أحمد زروق: مقصود من هذه المقدمة أنت أيها الفقير إلى الله الذي تريد أن تتوجه إلى الله، أول شيء ينبغي أن تجعله في ذهنك وأمام عينك هو أنه لا تعتمد لا على قوتك ولا على مالك ولا على علمك ولا على شيء. قف بباب الله واعلم أن الخير كله بيد الله. هذا هو أول شيء، أنك تلجأ إلى الله، تريد الفتح والتمكين، تريد الفتح والتمكين، لا يعطي الفتح والتمكين إلا الله.